الله أحبتي المشاهدين، تطبيق الدفع الإلكتروني هو نظام حضاري متطور يدعم الاقتصاد الوطني، يعمل على تحويل التعامل الورقي إلى الإلكتروني، ويعمل على تخفيف العبء عن المواطنين، يختزل الوقت، وبالتالي يقضي على الحالات السلبية الكثيرة. وأكيد هذا ما دعت إليه الحكومة العراقية وتسعى من أجل تطبيق هذا الموضوع، لكن بعض المواطنين متخوفين من تطبيق الدفع الإلكتروني. سنتعرف بحلقتنا لليوم من برنامج ليش لا أن المواطن ليش متخوف من هذا التطبيق، ليش بدأ يعمل على أنه هو يبتعد عن هذا التطبيق وتفعيله بالعراق. تفاصيل كثيرة أكيد سنخوض بها، لكن قبل الخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. يتجه العراق نحو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية. تدفع التحولات التكنولوجية في إدارة الأنشطة الاقتصادية العراق إلى ركوب الموجة التي تخلف عنها بسبب تراكم الأزمات، نظراً لما تحمله من محفزات للرفع من كفاءة التعاملات وشفافيتها، وكونها أداة تعول عليها الجهات الخاصة لتنمية التسوق الرقمي. الدفع الإلكتروني له آثار إيجابية كبيرة على المواطنين والتجار والمصارف، فالضامن الحقيقي لهذه العملية بالنسبة للمواطن هي الشركة، وهذه العملية متبعة في جميع بلدان العالم، فهي توفر الكثير من الجهد للمواطنين كحمل الأموال ونقلها والحد من عمليات السرقة أو الضياع، إضافة إلى موضوع تلف الأوراق النقدية وإعادة طبعها التي تكلف الدولة كثيراً. وحسب مختصين في الشأن المالي، فإن عمليات الدفع الإلكتروني لا تزال تكتنفها مشكلات عديدة، منها زيادة الاستقطاعات وقلة الأجهزة، كما أن العراق يفتقر بشكل كبير لثقافة الدفع الإلكتروني، وهذا يتحمله البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني التي لم تقم بأي نشاط حقيقي لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني للتخلص من النقد بل على النقيض، حيث أن الاعتماد على هذه الآلية بحاجة إلى دعم أكبر وبرامج مالية لتوعية وتثقيف المواطن للعمل بها. هناك توجه حكومي على موضوع تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني، وهناك حوارات ونقاشات، هناك دراسات كثيرة قامت بها الحكومة العراقية من أجل أنه تعمل على تفعيل هذا النظام والاعتماد عليه اعتماد كلي، وأنه يتم إدخال هذا النظام بكل مفاصل الحياة، يعني نعتمد يكون هناك تحول كبير من التعاملات النقدية إلى الإلكترونية. وكانت الخطوة الأولى طبعاً هي بوزارة النفط اللي وجهت أنه بالربع الأول من 2024 سيتم التعامل مع هذه البطاقة في محطات الوقود، وسيتم إنهاء التعامل النقدي بالكامل. طبعاً هذا الموضوع عمل ردود فعل مختلفة لدى المواطنين ولدى المختصين بهذا الشأن. من الردود الفعلية اللي كانت هناك إيجابية وسلبية، لكن بحلقتنا أو بجزئها الأول نتحدث عن الإيجابيات. في حال تم تطبيق موضوع الدفع الإلكتروني وتطبيق هذا المشروع بالكامل، هو بفوائد كثيرة للمواطن. أول نقطة هي أنه راح يحد من السرقة. إحنا كثير ما نتوجه إلى الأسواق، إلى المناطق الشعبية، إلى المجمعات، تكون متخوفين من موضوع السرقة، وهناك توجهات، هناك لافتات تكتب من قبل أصحاب المحلات والمجمعات والمولات من موضوعات أنه حافظوا على مثلا الحقائب وتفاصيل كثيرة من أجل أنه يحدون من السرقة. لكن الكثير والكثير أكيد مر بموضوع السرقة، وتم سرقة مبالغ كثيرة، تفاصيل كثيرة. بالتالي هذا الموضوع باعتمادنا على بطاقة الدفع الإلكتروني راح نقضي على موضوع السرقة. بالتالي قد ما حتى لو انسرقت البطاقة، ممكن أنت باتصال بإجراءات بسيطة راح تعمل على أنه تنهي هذه البطاقة عن العمل، بالتالي راح يتم تجميدها وراح تقدر أنه أنت تستبدلها ببطاقة جديدة، فاللي السارق اللي قد ما يسرق هذه البطاقة ما راح يستفاد منها. بالتالي إحنا محتاجين أنه هذه الخطوة فعلا تفعل، لأن هذا الموضوع بأمور كثيرة إيجابية للمواطن، وأكيد الحكومة تسعى وتعمل من أجل المواطن. من النقاط الأخرى أيضا
موضوع البطاقة الدفع الإلكتروني راح تحد من موضوع التزوير. هناك مبالغ كثيرة تزور، هناك تعاملات عندما تحديدا التجار عندما يتعاملون بالأمور النقدية، هناك مبالغ تكون مزورة من ضمن هذه المبالغ الكبيرة، ويكون المواطن أو التاجر هو في حيرة من أمره، شلون راح يعتمد على أنه يعني يتلف هذه الأمور أو هذه المبالغ، ممكن تكون مبالغ كبيرة. حتى أصحاب المحلات عندما يأخذ من عندك مبلغ يتأكد هل هي مزورة أو لا، وتفاصيل كثيرة. تعامل بطاقة راح نقضي على هذا الموضوع. النقاط الأخرى الإيجابية أيضا أنه هو راح يعمل على التخلص من المبالغ تكون التالفة. كثير ما أيضا نستلم مبالغ أو نتعامل مع المجمعات، الأسواق، المحلات، الدوائر، يعني المبالغ هي والأمور النقدية موجودة بكل مفاصل الحياة، بالتالي تكون هناك مبالغ نوعا ما تكون تالفة. انت راح تاخذ وقت وجهود وعد ما تروح للمصرف وانه انت تستبدلها، وممكن انه هذه يعني تاكسيات ومبالغ اضافيه تضيفها انت من اجل ان انت تبدل 10,000 او 25,000، وتفاصيل كثيره ممكن انه هي تكون تالفه بصوره كبيره، انه اي صاحب محل ما راح يستقبلها من عندك، وهذا مبلغ كبير اكيد يحتاجه المواطن. فهذه نقاط ايجابيه محتاجيها، انه فعلا انه هذه البطاقه انه تعمم وتفعل بصورة إيجابية وتكون بصالح المواطن. فالسؤال هنا أن المواطنين متخوفين من موضوع تطبيق هذه الآلية، ويذكرون هل إحنا جاهزين، هل البنية التحتية جاهزة في العراق حتى نقدر أنه إحنا نعتمد على هذه البطاقة. فأكيد نشوف الجواب من أصحاب الاختصاص وراجعين. أنا أعتقد أنه عملية الدفع الإلكتروني والتحول نحو الدفع الإلكتروني بالعراق يحتاج إلى جملة من الإجراءات. يعني الإجراء الأول اللي هو يخص الجانب التشريعي، يجب مراجعة كل التعليمات والقوانين النافذة التي صدرت من وزارة المالية أو البنك المركزي أو الوزارات الأخرى التي تقيد عملية الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة المختلفة، لأنه عملية الدفع الإلكتروني تنجح مو من الأفراد بقدر ما أنه عندما تلتزم الدوائر والمؤسسات الحكومية باستلام الأجور والمستحقات والغرامات المترتبة على الأفراد بالدفع البطاقات الدفع الإلكتروني وليس الدفع النقدي. وأنا أعتقد أن الحكومة قطعت شوط طويل في هذا الموضوع عندما أصدرت تعليمات لكل الدوائر وكل المؤسسات أنه يجب القبول الدفع بوسائل الدفع الإلكتروني بالبطاقات اللي موجودة. لكن أنا أعتقد أنه إحنا نواجه معارضة شديدة من قبل الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة، يرفضوا، لأنه بصراحة هذا راح يحد من عمليات الفساد وعمليات الابتزاز اللي ممكن يتعرض لها المواطن. الأمر الثاني نحتاج ما يخص البنية التحتية. أنا أعتقد أنه البنية التحتية غير كافية، لأنه هذه البنية التحتية تتعلق بالمصارف وتتعلق بشركات الدفع الإلكتروني. المصارف يفترض الآن أن تسهل عملية فتح الحسابات للأفراد، لا أن تضع المعرقلات. وأنا أعتقد أنه البنك المركزي أخطأ كثيرا عندما وافق على تطبيق قانون غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 بدءا من 1/1/2016، لأنه إحنا كأفراد مقاطعين الجهاز المصرفي من عام 1990 إلى حد هذه اللحظة. حتى عملية التوطين لم تحفز الأفراد على أن تكون لهم حسابات مصرفية أو تعاملات مصرفية. يعني مجرد أنه صار صراف المصارف، صار بما يخص التوطين صار الصراف، تنزل حسابات الأفراد من وزارة المالية مباشرة يسحبونها اليوم أو اليوم وبكرة، ونجد أنه صفروا الحسابات، وهذا نتيجة عدم الثقة. يعني عندما تسأل أي فرد من الموظفين، أي موظف من الموظفين، ليش تسحب راتبك كله، يقول لك أنا ما عندي ثقة بالجهاز المصرفي، ممكن أي مصرف يتعرض إلى الإفلاس. وإحنا عندنا أفلست أو تعرضت إلى الوصاية والإفلاس مصارف عديدة، يعني بدءا من البصرة والوركاء والشرق الأوسط والدجلة والفرات، ومصارف كثيرة ذهبت أدراج الرياح ودايع الأفراد ومساهمات صغار المساهمين. فيعني من ذهبت هذه، طبعا النظام المصرفي يقوم على السمعة.
أي مصرف ينهار يأثر على المصارف الأخرى، وبالتالي الأفراد اللي لديهم مدايح في هذا المصرف لا تعرض إلى وصايا أو إفلاس، ولم يقف البنك المركزي مسانداً ويحمي هذه الودائع، أنا أعتقد أنه كان السبب في عزوف الكثير من الأفراد الذين يرغبون بفتح حسابات. وأيضاً البنك المركزي حاول أن يحل هذه الفجوة، لكن أنا أعتقد أنه عمق هذه الفجوة عندما صدر تعليمات لتأسيس شركة ضمان الودائع بضمان ودائع الأفراد لغاية 25 مليون، وال25 مليون هذا ضمان 100%، وال25 مليون أعتقد أنه هذا رقم بسيط وغير كافي لتحفيز الأفراد على التوجه للمصارف وفتح الحسابات المصرفية. يعني يفترض كان أنه يدرس إمكانية الأفراد إذا ما فعلا صارت هناك إيداعات، السقف الأدنى يعني السقف الأعلى لأكبر عدد من المودعين. فمثلا في الأردن عندما درسوا هذا الأمر وجدوا أن 97% ونصف من السكان ومن المودعين ودائعهم أقل من 50,000 دينار، فوضعوا الحد الأعلى للتعويض 100% ل50,000 دينار أردني، واللي تعادل 94 مليون دينار عراقي أو 100 مليون دينار عراقي. لذلك أعتقد 100 مليون راح يكون حافز للأفراد أنه هذه الأموال مضمونة في حال تعرض المصرف إلى أفلاس. وأيضا ألا يرتبط الأمر بالقرار التصفية القضائي، وإنما بمجرد الإعلان يجب على الشركة أن تدفع. هذا ما يخص بشكل عام. أيضا نحتاج أن المصارف تطور الصرافات الآلية إلى صرافات آلية حديثة تقبل الإيداع والسحب والتحويل، حتى تكون مصرف كامل. أنا ما أريد أروح للمصرف، لأنه المصرف دائما بيزدحام وبروتين، وأحتار بمكان السيارة، والوقت ربما يكون غير مناسب إلي، ودائما المراكز المصارف متركزة في شارع أو شارعين في وسط بغداد، دائما مزدحمة يصعب الوصول إليها بسهولة. لذلك عندما تنتشر الصرافات الآلية المتكاملة اللي هي سحب أموال وإيداع الأموال وعملية تحويل الأموال سواء كانت لحسابات الشخص نفسه أو لحسابات آخرين، أنا أعتقد أنه هذا راح يكون حافز مشجع لفتح الحسابات المصرفية. وانتشار أيضا نقاط البي او اس، طبعا هنا يجب أن تمنح بخصومات وبنقاط للأفراد اللي تكون مشترياتهم ببطاقات الدفع الإلكتروني، وأن تقلل التكاليف على الباعة وأصحاب المحلات حتى يكون أيضا حافز لفتح الحسابات المصرفية. فأعتقد أن البنية التحتية غير كافية لحد هذه اللحظة، والدليل على ذلك أنه هي ليس يعني بالبنية التحتية، وإنما قبل البنية التحتية العملة المصدرة من قبل البنك المركزي الدينار العراقي مصدرين بحدود 102 تريليون، يعني المعلومات الأخيرة أكثر من 90 تريليون ربما هي خارج الجهاز المصرفي لدى الأفراد، وهذه أموال ساخنة تشكل طلب ساخن بالسوق. لو كان نصف هذا الرقم موجود بالجهاز المصرفي يعني كودائع للأفراد سواء كانت حسابات جارية أو توفير، أنا أعتقد أنه كان حلينا كثير من المشاكل، لأنه هذه الأموال ممكن أن تكون مصدر من مصادر تمويل الاستثمارات وإقامة المشاريع زراعية صناعية سياحية، فتحلينا مشكلة كبيرة بدلا عن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وأيضا نحتاج إنه إجراءات حكومية أخرى يعني حتى تسهل من عملية الدفع، أعتقد الحكومة ماضية بهذا الأمر. طبعا كثير من المواطنين عندما سمعوا بخبر تطبيق الدفع الإلكتروني واعتماده، وتحديدا في الأول من كانون الثاني عام 2024، كانوا متخوفين بعض الشيء عن البطاقات، ما هي البطاقات الأساسية المعتمدة في تطبيق هذا المشروع، يعني أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين. لكن البطاقات اللي معتمدة هي بطاقات عديدة، منها الماستر كارد، فيزا كارد،
والكي كارد واكيد البطاقه المعتمده اللي الموظفين اصحاب الدوائر انه اللي عندهم بطاقه يستلمون بها راتبهم ايضا هي مفعله ويقدر يعتمد عليها. بالتالي من الامور الايجابيه هي انه هو راح يقلل الوقت والجهد وهو في اطار انه تطبيق التقنيات الحديثه والمتطوره، لان احنا نعرف هذا الموضوع موجود بكل دول العالم، كل دول العالم تعتمد على بطاقات الدفع الالكتروني بكل تعاملاتها باي مكان تذهب اليه، تقدر هي تستخدم اما النقد او انه هي تستخدم بطاقتها. بالتالي هي راح توفر خدمه للمواطنين، ومثل ما ذكرنا الايجابيات اللي راح توفرها، واكيد هي هذه الخدمات تكون لصالح المواطن. من الامور المهمه انه شركه توزيع المنتجات النفطيه هي عملت على مخاطبه المصارف اللي تكون هي مرتبطه بالبنك والشركات اللي مرتبطه اكيد بالبنك المركزي من اجل تقديم التسهيلات للمواطنين، من اجل انه العمل على بعض النقاط لتسهيل اقتناء البطاقات للمواطنين ويقتنوها بكل سهوله وتكون هي مجانيه، من اجل توفير خدمه تكون سلسه وسهله وامنه للمواطن، وهذا اكيد محتاجه المواطنين محتاجيه بصوره كبيره، لان اكيد كان هناك من ضمنها تطبيقات هي تكون انه انت تقدر انه تملي استمارتك على الانترنت ومن خلال تطبيق، وتقدر انه انت تملي هذه الاستماره بالمعلومات الاساسيه وتقدر تحصل على هذه البطاقه مجانا، او تروح على المصارف اللي الاساسيه المعتمده وتقدر تستلم بطاقه الكي كارد، الفيزا كارد، ماستر كارد، وهذه البطاقات المتنوعه. لكن المشكله وين؟ المشكلة أن المواطن نوعا ما متخوف، لأن هناك بطاقات كثيرة وعديدة اليوم نشهدها بالعراق من شركات عديدة، وهنا المواطن أصبح في حيرة من أمر أنه هل هذه البطاقات معتمدة فعلا؟ هل أقدر أنا أستخدم أي بطاقة بدون ذكر أسماء؟ لأن البطاقات اللي موجودة هي معروفة، وأكيد اللي أي مواطن أصبح الآن من عندما يسافر لأي دولة يقدر أنه هذه إذا ما كان عنده بطاقة أو غير موظف يقدر إنه هو يشتري بطاقة من أي شركة ويعني ويصير عنده بطاقة رسمية، وبالتالي يروح يذهب بها يعني يكون بها مبالغ معينة ويسافر خارج العراق ويستعملها ويستخدمها بصورة سلسة. لكن هناك بعض الشركات اللي هي تكون وهمية، تكون هي غير مرخصة، تطلق بطاقات هي تكون هي جزء ما معتمدة أو ما يقدر إنه هو يستخدمها، فنعرف إنه بعض الشركات تصيد بالماء العكر وتقدر إنه هي تستغل المواطن بسبب إنه بعض المواطنين لا يمتلكون ثقافة إنه هذه يعني بطاقات الدفع الالكتروني التعاملات المصرفيه ما عندهم اي المام بهذا الموضوع، فمحتاجين ان تكون هناك ثقافه، محتاجين ان يكون هناك تنويه، محتاجين ان الجهات الحكوميه تعمل وتسعى الى تحديد بطاقات معينه لتكون هي فعلا معتمده ويقدر اي مواطن انه يعتمدها باي تعاملات، لان احنا بتطور مستمر ان شاء الله واكيد مقبلين على 2024، يعني لابد انه احنا نعتمد على هذه التطورات وهذه التقنيات الحديثه اللي معتمدة بكل دول العالم. فالسؤال هنا ليش لم يتم تحديد بطاقات معينة من قبل الجهات المعنية ويتم تحديدها وبأسماء معينة حتى المواطن لا يقع بفخ الشركات الوهمية واللي تعمل على التصيد وأنه هي تحاول أن تستغل المواطن؟ شوف الجواب احنا وياكم راجعين. ما يتعلق بموضوع البطاقات، بطاقات الدفع البي او اس، حقيقة البنك المركزي أعطى موافقات للمصارف التجارية للعمل بهذا، وكان يفترض أنه العمل بها يعني مع بداية الشهر السادس من هذا العام، لكن بسبب عدم وجود بنية تحتية تأجل هذا الموضوع، وارتأت البنك المركزي أنه يتم العمل به مع العامل الجديد. هذا واحد. اثنين، تعرفين انه يعني طالما انه هي المصارف الخاصه هي اخذت موافقه، فلا يمكن ان تكون هناك يعني مكاتب غير مرخصه للعمل. هذا يعني حد، هذه عقوبه، يعني اللي يعمل بهكذا موضوع يعني يتعاقب ماليا، يتعاقب حتى يروح للقضاء، يعني القضاء يعاقبه. فالموضوع انه تعرض المواطن للاحتيال في هذا الجانب اعتقد بعيد، يعني بعيد جدا، يعني لا يمكن ان يكون. الان ما هي الفائده من هذا الموضوع؟ الفائده من هذا الموضوع انتم تعرفون انه
حمل أموال خاصة الأموال الكبيرة، من الممكن أن تعرض حامل هاي الأموال عدا السرقة ممكن يؤدي إلى فقدان حياته. فلذلك واحدة من إيجابيات العمل بهذا النظام أنه هو يعني ما المواطن ما يحمل أموال كبيرة، ثم حتى على عموم النظام المصرفي طالما الكتلة المالية النقدية راح ستنخفض، يعني موجودة أموال لكن ككتلة نقدية راح تنخفض، وهذا هو شيء جيد. ليش شيء جيد؟ لأنه الدولة ما راح تصرف أموال مرة ثانية على هكذا كتل نقدية، بل راح تنخفض الأموال المخصصة لإصدار هذه الأموال، فقط راح تكون أرقام يعني مجرد رقم، مجرد رقم، هذا جيد. المصارف أعتقد راح تبدأ بالعمل يعني من خلال مؤسستين، وزارة النفط فيما يتعلق بتعبئة الوقود، يعني بتعبئة الوقود محطات الوقود، وأيضا وزارة الكهرباء فيما يتعلق بتزيد أجور الكهرباء يعني بالقطاع السكني أو حتى بالقطاع التجاري. نأمل أنه تكون هناك خطوة أكبر فيما يتعلق مثلا بتعميم هذه التجربة على محلات البقالة، على يعني في عموم البلد، لأنه هذا راح يدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، ينطي دفعة، لأنه التعامل الآن مضغوط عليه بسبب عدم وجود كتلة نقدية، مع أنه البنك المركزي تعرفون مصدر أكثر يعني أكثر من 100 تريليون دينار عراقي، لكنها وين مكتنزة في البيوت. هذا الموضوع راح ينتهي مع استخدام هذا النظام. طبعا شكل قرار وزارة النفط منه اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وتطبيق هذا الموضوع بواحد كانون الثاني 2024 حقيقة شكل صدمة للمواطنين، وتحديدا مواطنين اللي ما عندهم أي بطاقة، واللي تحديدا أصحاب التاكسي واللي هم ما عندهم أي إلمام بموضوع بطاقات الدفع الإلكتروني أو ثقافة عن هذا الموضوع، اللي يكونون هم يعني أكيد متخوفين من التعاملات هذه الإلكترونية، لأن تعرفون أنه هذه البطاقة لازم أنه أنت تسحبها وتستلمها، وبالتالي أنه أنت هذه البطاقة أنه تعبيها بمبلغ معين، وأنه يعني لازم أقل شيء أنه تكون هي 100,000، بالتالي أنه المواطنين أصحاب الدخل المحدود اللي عايشين على هذا القوت اليومي اللي مبالغ بسيطة، اللي هو بالتالي من نهاية يومه يرجع بمبلغ معين البيت، راح يتخوف أنه أنا شنو أملي بطاقتي ب100,000 أو 50,000، أنا شلون أقدر أنا يادوب هذا المبلغ أجيبه أوكل عائلتي، أجيب لهم أكل، يعني هذه الأمور اللي يحتاجوها اليومية. فحقيقة المواطنين كانوا متخوفين، ونوعا ما بدأت الأقاويل والحوارات تدور في الأرجاء عن إنه هذا الموضوع سيكون هو جبر، وإنه المواطن مجبور إنه هو يفعل هذه البطاقة ويعتمد عليها، وبالتالي إنه مجبور إنه يتعامل بها بمحطات الوقود. حقيقة إنه هذا الموضوع هو بكل دول العالم موجود، إنه أنت تخير بين إنه أنت تدفع إلكتروني أو تعتمد على بطاقة الدفع الإلكتروني، أو إنه أنت تدفع نقد. مو فقط محطات الوقود، بكل الأمور، أسواق، مولات، يعني بكل حياتك، يعني بكل الأشياء اللي أنت تريد تشتريها وعندك تعامل نقدي أنت تقدر وتكون مخير. بالتالي من المواطن سمع أنه أكو إجبار أنه هو يعتمد على بطاقة، صحيح أنه هذا الموضوع لابد أنه إحنا نعتمده، ولابد أنه تكون هناك تعاملات بهذه النقطة، لكن محتاج المواطن وقت معين إنه هو بنشر ثقافة هذا الموضوع، إنه يوضح للمواطن إنه إيش قد بي فائدة، مثل ما إحنا كانت مهمتنا ببرنامجنا لليوم إنه إحنا نطلق بعض الإيجابيات اللي هي راح تكون بصالحك أنت، بالتالي راح تكون أنت المستفيد من هذا التطبيق، هو بالتالي هو خدمة للمواطن، هو بصالح المواطن.
فبالتالي احنا محتاجين المصارف، الشركات هي تطلق بعض الامور اللي تكون هي بناحية تثقيف المواطن وبعض نشر بعض الفولدرات، بعض الامور اللي تكون هي توعية للمواطنين عن مدى فائدتها وراح تكون هي بصالحك. من النقاط ايضا المهمة اللي المواطن علق عليها انه موضوع الضريبة، وان تكون هناك ضريبة، انه انا مثلا احد المواطنين راح ل المحطات الوقود وعبى بنزين اكيد بصوره طبيعيه، وهو اعتمد على بطاقته، لان نعرف احنا البطاقه اي موظف يقدر يستخدمها، بالتالي هو فور بنزين ب 10,000 لكن استقطع من عنده 11,000. هنا المواطنين واصحاب التاكسي اكيد من عرفوا هذا الشيء قالوا معناته هناك ضريبه، وهذه ضريبه اذا انا افور بنزين وياخذون مني 1,000، اذا اروح له بالاسواق ياخذون مني 1,000، هذه اكيد نهايه اليوم راح تلم بمبلغ معين ممكن هو يستفاد من عند المواطن. هنا اكو نقطه جدا مهمه على الجهات المسؤوله، انه لابد انه نوضح للمواطن هل فعلا هناك ضريبه تفرض على المواطن عند استخدام هذه البطاقه، من المفترض ان تكون هي بصالح المواطن. طبعا نسبه كبيره من الشعب العراقي ليس لديهم تعاملات مصرفيه، وهذا الموضوع يجعلهم فريسه سهله للعصابات المتخصصه بالسرقات الالكترونيه. على الجهات المختصه اكيد وعلى الشركات والمصارف العراقيه انه تعمل على كسب ثقه المواطن، ويعمل على انه تثقيف المواطن من ناحيه انه اعتماده على هذه البطاقه، والعمل على تقديم التسهيلات للمواطنين حتى يقدر انه هو يعتمد ويحاول انه يقتني هذه البطاقه. من النقاط المهمه اللي يجب ان نذكرها بحلقتنا لليوم انه المواطن الموظف، يعني نقصد عليه فئه الموظفين اللي عندهم بطاقات يستلمون بها راتبهم، انه نشوف المواطن هو فاقد ثقته بالمصارف العراقيه. شلون؟ انه هو يحاول انه من ينزل راتب بالبطاقه يروح لاي مكتب يحاول انه يسحب كل الراتب، ما عنده ثقه انه هو يخلي الراتب موجود يبقى بالبطاقه ويسحب جزء جزء او يعني تفاصيل كثيره. لكن المشكله انه هو ما عنده ثقه بالمصارف، وبالتالي يعمل على سحب المبلغ بالكامل. هاي النقطة جدا مهمة، يجب على الجهات المختصة انه تنتبه لها وترعاها، بالتالي حتى نقدر انه هي تكسب ثقة المواطن. النقاط المهمة ايضا انه بعد ما تم ب 2023 واحنا السنة الحالية انه اغلاق لبعض المصارف او تجميد حسابات بعض المصارف، وهذه بسبب الدولار وغيرها من التفاصيل، هنا المواطن ايضا اصبح متخوف انه هو يتعامل مع المصارف سواء كان موظف او سواء كان مواطن عادي. بالتالي هذا الموضوع محتاج انه المواطن يرجع انه هو يثق بالمصارف، ويعمل على ان المصارف تعمل على كسب ثقة المواطنين من ناحية انه تقديم التسهيلات، من ناحية انه انا يعني تجديد العقوبات على الشركات اللي يعني تكون هي مو بصالح المواطن او تفرض ضرائب او تفاصيل كثيرة، العمل على انه تشجيع المواطن انه يقتني هذه البطاقة اللي هي مثل ما ذكرنا هو تطور حضاري وثقافي، وهو موجود بكل دول العالم ومحتاجين انه هو يتم تطبيقه ويدخل هذا التطبيق بكل مفاصل الحياة، ونعتمد اعتماد كلي ونتخلص من السرقات والرشاوى ونتخلص من الفزات وتفاصيل كثيرة. من ضروري جدا انه تعمل الجهات المختصة على نقطة مهمة، وهي اكيد راح يحبها المواطن، انه عمل خصومات. يعني اي شخص يعتمد على بطاقته او يدفع مثلا راح فور بنزين اعتمد على بطاقته، راح يكون الى خصم، بدل ما انا اخذ ضريبة من عنده لا انطي خصم. اذا راح المول، اذا راح اسواق، اذا راح محل ملابس، اذا اي مكان يذهب اليه ويعتمد على هذه البطاقة بالدفع يكون الى خصم. حتى أصحاب الكليات والمعاهد اليوم من النقاط المهمة، جامعة الإمام الصادق عملت على نقطة جدا حلوة، إنه هي عملت خصم للطلاب اللي يتعاملون بالدفع عن طريق البطاقة، وهذه نقطة إيجابية نعمل ونسعى إلى تحقيقها ويتم تحقيقها بكل الأمور، ولكل المواطنين تكون متاحة إلى هم بطاقة وهم بها خصومات، من يكرهها؟ فمحتاجين الجهات المعنية تنتبه لهذه النقطة، ويجب أن ترجع ثقة المواطن بالمصارف العراقية، وتحديدا المصارف اللي هي تكون يكون المواطن على تعامل مباشر ومستمر معها.
إذن أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا اليوم يجب أن نركز بعض النقاط المهمة التي وصلنا لها في نهاية الحلقة. هي أولاً وضروري جداً أن ننشر ثقافة الدفع الإلكتروني ونفعلها بصورة إيجابية وسلسة للمواطن. ثانياً يجب أن يتم وضع وعمل على تسهيلات للمواطنين من خلال عمل عروض على البطاقات الموجودة، ومن أجل أنه نشجع المواطن حتى يقتني هذه البطاقة ونعتمد عليها بالعراق، ويكون تطور هو حضاري وإيجابي للمواطن. النقطة الثالثة هي ضروري جداً أن نحدد البطاقات المعتمدة في العراق، وتكون هذا بتوجيه من الجهات المختصة حتى المواطن لا يقع بفخ أنه الشركات الوهمية والبطاقات الوهمية. والنقطة الأخيرة والمهمة جداً، يجب تجديد العقوبات على الشركات حتى ما تستغل المواطن وما تفرض عليه ضرائب، وتكون هذه الشركات هي بقوانين وعقوبات يعني حقيقية ومشددة حتى ما تستغلنا، وتكون هي إيجابية وتكون بصالح المواطن. إذن أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل وبموضوع آخر. إلى اللقاء.